يا معشر السادة الأعزاء، إن رجلا من بني إسرائيل كان يتناول الطعام مع زوجته ذات يوم، فطرق الباب عليهما طارق. قالوا: من الطارق؟ قال: سائل يطلب إحسانا. وكان أمام الرجل دجاجة، قالت زوجته: أعطيه شيئا منها. فقال لها زوجها: لا. وبعد ذلك طرد السائل. سر سربة ومرت الأيام، وإذا بهذا الرجل يصاب بالفقر الشديد ويطلق زوجته من شدة الفقر. وتمر الأيام وتتزوج المرأة وتجلس مع زوجها يتناولان الطعام ذات يوم، وإذا بالباب يطرق، وإذا بالطارق السائل. وكان أمام الرجل، أمام زوجها الثاني، دجاجة. فقال لها: خذ الدجاجة كلها وأعطيها للسائل. فلما أعطته الدجاجة رجعت حزينة باكية. قال لها زوجها: أحزنت لأننا تصدقنا بدجاجة؟ قالت له: كلا، إنما أنا أبكي. أتدري من السائل؟ إنه زوجي الأول. فقال لها: أتدرين من أنا؟ وأنا السائل الأول.